اللي قدام ولا الورا؟ عدنا ليكم قراء ومتابعي اليوم السابع في لايف جديد. طبعا البقاء لله ومصاب فظيع طبعا وحزين زي ما حضراتكم شايفين انهيار زوجة الاعلامي وائل ابراشي الله يكون في عونها. طبعا يعني مقدرين تماما حجم الحزن اللي هي فيه. الله يكون في عونها طبعا حالة من الحزن طبعا تنتاب كل الأسرة وكل الشارع المصري سواء في الوسط الصحفي أو الإعلامي أو حتى في الشارع المصري العادي. يعني الناس كلهم حزانة طبعا الأسرة كلها منهارة من البكاء. يعني لو والله لو في كلمات تقدر تفي بالغرض اللي هو ان احنا نقدر نقولها يعني خلاص التعازي طبعا لأسرة الإعلام الكبير وائل الإبراشي. مصر كلها طبعا بتعزيهم ربنا يرحمه ويغفر له. يعني الإعلام كله واقف لا إله إلا الله. مش قادرة طبعا يعني هو بعد قليل عشان تبقى حضراتكم برضو متابعين احنا مستمرين اللايف الى خروج بأمر الله جثمان الإعلامي وائل الإبراشي ونتمنى ان اللحظات دي تعدي على أسرته ابسط من اللي احنا شايفينه. الله يصبرهم يا رب. طبعا المصاب كبير جدا لكن يعني بنتمنى من الله ان هم ان ربنا ينزل في قلبهم الصبر والسلوان لان زي ما حضراتكم شايفين كده الكلمات لا تفي بما يعني باللي هم بيشعروا بيه دلوقتي. حزن كبير جدا. طبعا زي ما احنا عارفين طبعا يعني زي ما بيقولوا كده او زي ما احنا متأكدين وعلى يقين ما دايم الا وجه الله. لكن لحظات اللي بيسبب الحزن ده الفراق. يعني عشرة سنين طبعا وكان بصحة جيدة فجأة